أولا الخلاف المذاهب بحمد الله عز وجل هو خلاف في الفروع وخلاف في بعض القواعد والأصول الاجتهادية، وهذه القواعد والأصول الاجتهادية أدت إلى خلاف في تخريج الفروع المتعددة على تلك الفروع، نعم، على تلك الأصول والقواعد والضوابط، وهذا يوجد حتى داخل المذهب الواحد، بل يوجد حتى داخل النفس الواحدة. الشخص الواحد نفسه يختلف مع نفسه ويغير قوله من قول إلى آخر بناء على الاختلاف في المسائل الاجتهادية، وهذا يسير بحمد الله عز وجل. لكن هنا ننبه أن بعض العلماء حكى اتفاقا بأن العامة ليس له مذهب، ليس له مذهب معين، بل شدد بعضهم بأن هذا يعني خلل في توحيد الربوبية لله عز وجل وتوحيد الألوهية. قل خلل وليس كفرا أو شركا، لا ينصب شخصا معينا ومذهبا معينا، يطيعه في كل شيء. ولهذا قال العلماء بالنسبة للعالم القادر على النظر والاستدلال ينظر ويستدل أينما كان الحق الذي يراه أرجح يأخذ من أي مذهب، والعام يسأل من يليه من العلماء الثقات من أي مذهب من المذاهب الأربعة، يعني الذي يليه في جواره قريبا منه عنده وسائل اتصال معه، فقالوا بأن العام ليس له مذهب، وهذا الصحيح. ولهذا الدول يقول السعودية فيها حنبلي والمغرب فيها مالي، هذا صحيح. الدول تتخذ في مجال المفتي مثلا ضبطا للفتوى، وتتخذ في مجال القضاء ضبطا للعمل القضائي ونحو ذلك، وضبطا للمشهد العام في المنكرات والمحرمات وغير المحرمات وغيرها، هذا يلتزم فيه بمذهب في كثير من الدول على مر التاريخ الإسلامي. لكن هذا لا علاقة لي أنا كرجل عامي أو رجل من بموضوع اختيار الدولة. فلذلك نقول ينظر إلى ما يراه الصحيح العالم المجتهد، وبالنسبة للشخص غير المتخصص الأقرب كما اختاره ابن عبد البر وكذلك ابن القيم وابن تيمية وابن الوزير المرتضى اليمني رحمه الله تعالى، بأن الأصل هو النظر والاستدلال حتى عند غير المتخصص، إذا كان بين عالمين كل منهما أهل للفتوى. لكن أيهما تختار؟ إن كانت الأدلة القريبة والنظر السريع لهذه الأدلة يؤدي بك إلى أن هذا هو الأقرب إلى الحق من القول الآخر اعتمدت على ذلك، وإن عجزت قلدت أمثلهما في دينه وعلمه. هذا هو العمل تجاه اختلاف المذاهب. الله